لو الحكاية فيها إن فيتو أساساً من الاعتماد على مصدر وحيد أو مصادر وحيدة هي المصادر الأحفورية اللي هي الغاز والبترول، وبالتالي هناك حاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وهناك حاجة إلى أن احنا نعد خليط الطاقة المستقبلي الذي يضمن لنا النفي باحتياجاتنا المتزايدة من الطاقة، ليس فقط بسبب زيادة السكان، فزيادة السكان واتفق مع سيد سفير الاتحاد الأوروبي أنها بتمثل عبء على الطاقة، ولكن نوعية المواطن تمثل نوع أكبر، فلا يمكن أن أقارن بين فلاح في الدقهلية مهدد بأن أرضه ممكن أن تغمرها المياه بسبب التغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول الصناعية، وأن أقارنها بمواطن أوروبي ينعم بدرجة عالية من الاستهلاك.